بالأستاذ ماجدي البسيوني، رئيس تحرير جريدة العربي مصر ورئيس تحرير توب نيوز ناصر مصر. أهلا ومرحبا بك ومساء الخير أستاذ ماجدي. مرحبا بك وبمشاهدينك، ومرحبا بالشعب السوري من أقصاها إلى أقصاه، ومرحبا بكل مناضل وكل من أدرك ماذا يحدث للوطن العربي. شكرا لك يا أستاذ ماجدي. مشاهدينا، ها هو الإعلام السوري من جديد يقدم إحدى بناته على مذبح حرية الصورة والكلمة الصادقة. إنه أيضا ليؤكد أنه جندي للكلمة الحق. كل الرحمة للزميلة الإعلامية يارا عباس. بلش؟ سندخله برفقة أهالي. ما تغمض كثير لجوا. لكم أصوات القناصات التي تصيب عدد. صباح سوريا. إذا أستاذ ماجدي، ذنبها الوحيد أنها كانت تنقل الصورة التي تخشاها كل الدول المتآمرة على سوريا. استهداف الإعلاميين السوريين بهذه الطريقة بالقتل والخطف، أين هو من معادلة ديمقراطيتهم وحربهم على سوريا؟ الرحمة ليارا، ومبروك لها. إن سقطت يارا فكلنا كإعلاميين مشاريع استشهاديين. إنه إفلاس الغرب وإفلاس توابع الغرب في استهداف الإعلاميين. خذ على سبيل المثال، لم تكن يارا هي الأولى، ولكن كان علي عباس من وكالة سانا، وكان حيدر الصمودي المركز الإخباري، وكان شكر أبو البرغل ومحمد الأشرم. غير التفجير اللي حصل، غير الخطف اللي موجود ولسه ما ظهروش. ولذلك على كل الإعلاميين الشرفاء في الوطن العربي أن يعلنوا الآن محاكمة الإعلام القذر وعلى رأسها الجزيرة. إن روح يارا في رقبة كل الخونة العرب. إذا كنا نتكلم عن الإعلام فالمسألة من منذ البداية كانت حجب القنوات الفضائية السورية. نعم. بقرار لأول مرة من الجامعة العبرية. نعم. جامعة الدول العبرية وليست العربية، في الوقت الذي يتحدثون فيه عن الديمقراطية. ظل الإعلام السوري محجب، ولم يتبقى إلا إعلامين جهتين، 195 قناة فضائية على مستوى العالم. ده إعلام. الإعلام الآخر هو الإعلام المواجهة. نعم. عندما تم استخدام أئمة المساجد وخطباء الجمعة على مستوى الوطن العربي المكلوم. نعم. كرسالة الهدف منها مساعدة المخطط الأمريكي. ليس ذلك فقط، بل الفتاوى السلفية، بل واحد زي القرداوي بالدال وليس بالضاد، أن يصدر فتاوى القتل وسفك الدماء، هو الذي دفع هذا الجاهل الذي فتح بطن جندي سوري وأكل كبده. لم تحدث إلا أيام هند في الجاهلية. معنى ذلك أن الإعلام، أن صوتك مش عايزينه يوصل، ولكن بالرغم من ده
بالرغم من اللي حصل ليارا وكل زملاء يارا وكل مشاريع الاستشهادين كلنا كإعلاميين. نعم. السؤال بعد مرور سنتين وشهرين، هل وصل صوت الإعلام السوري؟ هل ليه كل بيت في العالم ولا لا؟ هل زادت فهم العالم لما يحدث في سوريا ولا لا؟ هل انكشف الذي كان يريدنه مخفي من حقيقة ما يحدث لسوريا ولا لا؟ أنا أعتقد بالرغم من محاولات كتم الصوت، حتى في البلاد الأوروبية خرجت المظاهرات المؤيدة صحيح. والداعمة للموقف السوري، بالرغم من القهر والظلم خرجت مظاهرات في كل أنحاء الوطن العربي وسوف تزداد في المرحلة القادمة. الكتاب، الشاعر الذي مجرد أنه قال قصيدة شعر في قطر تم سجنه صحيح، وبناء على ده سوف تستمر الكلمة. لكن يعني هذه المحاولات تبقى متواضعة أستاذ ماجدي أمام هذا الضخ الإعلامي الكثيف بعشرات بل مئات القنوات الإعلامية، أمام يعني الأشخاص الذين يريدون لإيصال رسائل معينة عن الوضع في سوريا، كما تحدثنا منذ قليل عن الحالة في مصر. يعني سألتك لماذا الشعب المصري مغيب عن ما يجري في سوريا؟ لا يعني الشعب المصري لا تقول أنه مغيب، ولكن تعال نبص للموضوع من الأول. أنت عندك قنوات، ما هو نايل سات يعني مصر. نعم. إذا أنت منعت كتلفزيون سوري بيقدم وجهة النظر، ومش كده بس، بأي قنوات حتى بما فيها القنوات العراقية التي تبث من نايل سات، ممنوع عليها أن هي تتعرض أن تكون حيادية حتى في عرض ما يحدث في سوريا. وبناء على ده عندك الإعلام ده كله، وعندك خطباء يوم الجمعة اللي قاعدوا مستمرين يصوروا ليه ده إسلام المفترض يبقى صادق في رسالته. لا. يقول بمنطق الإعلام، يقول بأسلوب مهني ما يحدث، ولكنه المواطن المصري اللي قاعد اساسا ملهي في همه التقيل اللي حصل وشايف سوء الحاله من نظام مرسي وجماعته كل يوم عن يوم بيزيد 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 بيزيد، ها، ما وصلش لمساله ان يستوعب، وفي نفس الوقت الزن على الراس في مساله من القنوات الفضائيه ومن شيخ المعمش. مش دول المفترض النماذج اللي بتعلم الناس؟ فقاعد دايما بيزن على دماغه ان ما يحدث في سوريا من جهه واحده ان الشعب يقهر والاخر. طب ما تيجي تشوف الموضوع، انت راجل شيخ او انت راجل اعلامي، تعال على ارض الواقع وشوف. انت منتظر لما 59 او 39 او 29 او 10 مما يجند من الارهابيين من افغانستان ومن بلاد عربيه حتى ومن السعوديه ومن مصر إذا كان رؤسائهم قاعدين بيتكلمهم رئيس زي الرئيس مرسي لما يتكلم من الأول ويحرض ضد سوريا وينسى التاريخ أن سوريا والشعب السوري في 56 عند العدوان الثلاثي على مصر رفض العمال في المواني في طرطوس واللاذقية التعامل مع السفن البريطانية والفرنسية، ناس على الأرض بدون توجه، شعب لما اتبنى على القومية لما شاف عبد الناصر وجيه شال العربية بتاعته شيل صحيح. مازال اسم جمال عبد الناصر للنهاردة في الشارع السوري، مازال اسم بن بلة النهاردة في الشارع السوري، مازال اسم الخالد حافظ الأسد يستمر في الشارع السوري، ولذلك يستمر الدكتور بشار الأسد على نفس الناك. ولذلك في النهاية قد انكشف الخيط الأبيض من الخيط الأسود. انقسم العالم بعد عامين من الحرب على سوريا إلى كتلتين، كان في السابق كتلة واحدة، الآن صار كتلتين
وهذا هو الإنجاز الذي حصل، حتى ولو كان الثمن دماء غالية مثل دماء يارا صالح. لكن ماذا جنت الجامعة العربية بقراراتها هذا إذا كانت الصورة تصل والصوت يصل أيضا؟ أي جامعة عربية؟ التي حجبت وأوقفت بث القنوات السورية. شوف النهاردة الصوت اللي طالع من جامعة الدول العربية ومن بعض البلدان العربية عندما تم الاتفاق ما بين روسيا وأمريكا، إيه اللي حصل؟ حصل إن هم ابتدى الريتم يبقى هادي، لكن في سم في السكة. أهم السم اللي موجود في السكة أن يخرج نبيل العربي الموالي لقطر أن يخرج ويقول في بداية المؤتمر المزمع عقده لابد من إصدار قرار بوقف إطلاق النار، ولذلك لابد أن نعي. نعي إيه؟ نعي أن المؤتمر عندما ينعقد لابد أن تكون سوريا نظيفة من هؤلاء الجرزان. سنأتي إلى عقد هذا المؤتمر أستاذ ماجدي، لكن يعني السؤال مما يخاف من قرر وقف بث القنوات السورية؟ يا سيدي هذا مشروع استعماري هدف النهاردة من بعد ما حصل في الاحتلال الأمريكي للعراق والاحتلال الأمريكي لأفغانستان. نعم. كانت الجثث تذهب إلى أمريكا، فصار المواطن الأمريكي، الشعب الأمريكي صار، فابتدوا يخططوا يعملوا إيه. في مشروع عندهم اسمه مشروع الشرق الأوسط الكبير. صحيح. في نفس الوقت خدام لهم من بدري. إيه هم؟ تذكر عندما تم إنشاء جماعة الإخوان المسلمين؟ صحيح. سنة 1927-28 انشأت على أيدين المخابرات البريطانية. نعم. ووعد بلفور تم من بريطانيا. الحركة الوهابية الذي صنعتها بريطانيا. الآن أمريكا أو من بدري أمريكا ورثت كل هؤلاء كل هذه الملفات، فأرادت أن تبحث عن طريق لا يأتي توابيت إلى أمريكا. هي تعلم تماما أن الإخوان المسلمين عندهم شبق في مسألة الوصول إلى السلطة. صحيح. وبناء على ده تم الاتفاق. الدليل في مصر على سبيل المثال، لما قام الشعب عنده مطالب وصل لمسألة الحلقوم من 25-28 مفيش إخوان على الأرض، بل تدفيه وتصغير وتحريم الخروج على الحاكم. صحيح. وبناء على كده تم الاتفاق. هل في أبيار اتفتحت في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي اليمن وفي سوريا؟ أبيار طلعت بدل ما تطلع مية ولا تطلع بترول طلعت دقون من غير وجوه وعقول؟ لا ما حصلش. خلى الاقتطال يبقى اقتطال بالوكالة. الله. من امتى تفكر كده مع نفسك ان يتحالف الاخوان المسلمين مع الصهاينة او الوهابيين مع الصهاينة؟ ما تتعبش نفسك كتير، لان دول صنيعة الاستعمار البريطاني الذي تحولت ملفاتهم الى الـ 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 الامريكي الكيبوي الامريكي. نعم. فاستخدم هؤلاء، استخدمهم ليه؟ لان في قناعة الاخوان المسلمين، خد كلمة المرشد السابق في مصر، طز في مصر على حساب الانتماءات الضيقة. لا توجد انتماء للأرض، هم منتميون للفكرة. صحيح. الوهابيين منتميين. هل شفت سمعت في يوم من الأيام عن إخواء واحد إخواني أو واحد سلفي بينتقد السعودية؟ هل شفت النهاردة واحد إخواني بينتقد حاكم قطر؟ ما تلاقيش. أنا أبحث عن إخواني ينادي بالقدس أستاذ ماجدي. لا تعال بقى، لا أريد لا السعودية ولا قطر. جميل. يا سيدي الفاضل، نحن ولدنا ونشأنا
ان البوصلة للعرب كلها هي فلسطين. من يتفق على تحرير فلسطين بالمقاومة هذه هي بوصلتنا. عندما تصطف مع هؤلاء، إذن هؤلاء النهاردة الأمريكان وأزلامهم بيسموهم أي تسمية سيئة. ليه؟ لأن الهدف إبعادهم عن القدس، إبعادهم عن فلسطين. ولذلك مش قطر اللي هي النهاردة رئيسة الدورة في جامعة الدول العربية، لما خد الأزلام بتوعه وراح عشان يعدل اتفاقية، ايه تعديل؟ أرض مقابل الأرض. هل تعلم ان اليوم موجود في قطر مجموعة من الصهاينة لتعديل التعديل، لكن هيهات من الزلة، لقد حسم الموقف كل الميدان من كل من الدكتور بشار، الرئيس بشار والسيد حسن نصر الله. ولذلك إذا تمادينا في الكلام النهاردة، إذا كانوا سعداء الصهاينة والأمريكان بما يسمى، لأن هم اللي أطلقوا هذا اللفظ، الربيع العربي في تونس، في ليبيا، في مصر، ها؟ فرحهم لأن جه الإخوان المسلمين وابتدى يقولهم، يرسلهم أول رسالة عزيزي بيرس. صحيح. طب أستاذ ماجدي، يعني أنت كأعلامي ونحن نتحدث عن الإعلام العربي ونتحدث عن النايلسات ونتحدث عن القنوات العربية الموجهة وغير الموجهة، إذا يعني نظرنا، وأنا أريد رأيك كأعلامي، إذا نظرنا إلى هذه الأقمار الاصطناعية نرى فيها قنوات للرقص وقنوات دينية وقنوات للأغاني والأفلام، يعني هل العقل العربي أصبح مسطحا لهذه الدرجة يعني يقتصر فقط على هذه الأمور؟ لا، الناس مش بتحرك، الناس مش بتحرك، بمعنى هم عايزين عقل عربي تفصيل. العقل العربي التفصيل ده اللي يطلع واحد زي فيصل السعود وزير خارجية السعودية، سعود الفيصل، سعود الفيصل، ويطلع ويقول ايه، ان في بمناسبة الذكرى 13 لانتصار حزب الله او انتصار العرب على الكيان الصهيوني وطردهم من الجنوب، يطلع يقول بيتفه هذا الانتصار ويقول انه لا يساوي الدمار الذي حصل في لبنان. اي منطق؟ اذا عايزين يخلقهم عقل عربي جديد على قدهم. اذا كان اليهود او الصهاينة قالوا ان هم شعب الله المختار، هنا النهاردة الامريكان هم الاخيار، معناها ان العالم العربي والعالم الاسلامي خلق من وجهة نظرهم على اساس يخدم على دول. الله، لما يبقوا اخواننا بتوع الاخوان المسلمين طول عمرهم بيقولوا على القدس رايحين بالملايين، لما يقولهم خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود، حد عاد بيسمعها؟ حدش عاد بيسمعها، وكأنهم كانوا يقصدون جيش محمد مرسي سوف يعود. الآن لا تسمعها. معنى ده ان النهاردة بيتفهوا العقل. صحيح، بيتفهوا العقل، فيدوه ايه؟ يدوه قنوات باسم يافتات الدين وهي بعيدة تماما وهي ضد الدين، بدليل ادرسوا يا اخواننا عدد الذين ألحدوا في الفترة اللي فاتت. ليه؟ ما 80 سنة او اكتر من 82 سنة قاعدين الاسلام هو الحل، اذ الاسلام هو الحل، جميل، الاسلام هو الحل، ثم عندما مسكوا الحكم في اي مكان من افغانستان لمصر لتونس، اي اسلام هو ذا الحل؟ الاسلام بريء. ولذلك انا مؤمن بان هؤلاء حاربوا الله فلن يتركهم الله بل سيفضحهم. الدليل انني او اي انسان
لو أنفق كل ثروته في إقناع مصري عن سوء الإخوان المسلمين قبل 25 كانت استحالة. الآن بدون أن تدفع مليم الشعب المصري خلد إلى أن الإخوان المسلمون كاذبون، لهم مشروعهم الخاص طز في مصر. هم اللي بيقولوا كده. نعم. إن هم يطلعوا الرأس بقى تاني برضو، ده مش رأس على فكرة، الرأس ده علم، لكن هم بيطلعوا بيطلعوا سكس. ما هو بيخاطب الغرائز التحتية. صحيح. ولذلك ما هو في نصيبة تانية، هم نفسهم كمشايخ ما هم بيحللوا السكس. هو جهاد المناكحة ده ايه؟ صحيح. هو معناه ايه لما 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 تروح ستات ومش عارف منين راح اجاهد واحدة تطلع تقول والله النهاردة انا بدي يعني اروح الجنة لاني جاهدت النهاردة 13 مرة. هل هذا هو الاسلام يا اخي؟ اذا معناه تدفيه العقل العربي. صحيح. سواء بهذا او بذاك. القضايا اللي في مصر للاخوان والسلفيين مع النساء هي دي قليلة. اللي اتمسكوا في المزارع وعضو مجلس الشعب دي قليلة. وتقول لي اسلام؟ لا، الاسلام بريء، الاسلام دين الرحمة، الاسلام عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بما معناه ان نقطة دماء مسلم اهم من الكعبة. الرسول عليه الصلاة والسلام حتى اوصى المحاربين عندما يذهبوا للحرب مش بطريقتهم، اوصى بايه؟ لا المسن ولا الطفل ولا حتى ورقة الشجرة. اليوم لا يتم التمييز بين طفل ومسن ويعني أي مدني. يا سيدي يأكل الكبد. صحيح. هذا المنظر يدفع العالم كله إن هما يقولوا لهم هذا هو الإسلام. يعني تخيل كده معايا قنوات تظهر هذا هو الإسلام، يأكل الكبد، والواد يطلع يقول ده أنا لسه عندي صور تانية وهو قاعد بيفرم قطع قطع قطع. أي جاهلية هذا؟ إذن أستاذ ماجدي، يعني إلى أين تصير المنطقة العربية في ظل تقدم هذا الخطاب الرجعي وظهور الانتماءات الضيقة، الانتماءات التي يعني تنتمي إلى أفكار ليست إلى أوطان أو قوميات، إلى أين نسير كعرب؟ أنا هقولها لك بكل وضوح أن مصير الوطن العربي مرتبط بانتصار سوريا. مصير، لأن سوريا هي النهاردة بالنسبة للوطن العربي هي رمانة الميزان، هي مصر بعد سنة 56. بمعنى أن انتصار سوريا المحقق النهاردة على الأرض سوف يدفع الشعوب العربية التي ضحك عليها سواء في تونس أو في مصر، ليبيا لها وضع تاني، أن تنتفض وتنظر إلى سوريا التي قرأت من هم الإخوان ومن هم السلفيون وكيف تم استخدامهم على أيدين الأمريكان والصهاينة عندما يذهب يجرح أو يصاب من يدعم أنهم مجاهدين وينقل إلى المستشفيات سواء عند الكيان الصهيوني أو عند صديقهم في لبنان. صحيح. ما 14 أذار هي إسرائيل، هي السعودية، هي قطر، هم أعداء المشروع الذي تتبناه سوريا. ولذلك لما أنا قلتها وبقولها وبقررها وبعدها، ضربة المعلم بشار فتح الجولان ساحة للمقاومة. نعم. السؤال أين حماس؟ في قطر. على الشعب الفلسطيني أن يعي وهو واعي طبعا، وعلى الشعوب العربية أن تعي أن الاتجار بالأوطان والاتجار بالدين نهايته سريعة. ولذلك
مصير الوطن العربي مرتبط تماما بما سوف تحققه سوريا على الأرض. ألا تحمل سوريا عبء أكبر مما تستطيع؟ لا 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 لا, لا هو بص حضرتك, أنا مش برمي الحمل على سوريا. سوريا اختارت منذ البداية أن تكون هكذا. كان من السهل تماما منذ الزعيم حافظ الأسد, كان من السهل أنه يعمل زي ما السادات عمل, ولكنه اختار طريق العزة والكرامة. عندما آت من مصر من يومين ومحمل برسالة من سيدة مناضلة مصرية اسمها بنت الزعيمة شهندة مخلد, بسمة صلاح مخلد, دي اللي وقفت في ميدان في تحت نقابة الصحفيين وتحدت لواد إخواني, وقفت له وعملت فيه اللي عملته. تمام, حملكني بأمانة إن قابلت الدكتور بشار, وأتمنى أن تلتقي به بسهولة, وقول له والله أنت منتصر. الوصية الثانية اللي قالتها لي, لما تنزل من الطيارة نام على ركبتك وبوس التراب. أنت عايزين إيه أكتر من كده؟ ده الشعب المصري الحقيقي اللي بيعرف ماذا تفعل سوريا. ولذلك النهاردة الإخوان المسلمين منزعجين. اوعى تفكر إن الهدوء اللي بيقوله مرسي النهاردة, أو إذا كان بعت في السر مندوب أو أي حاجة, ها, إن ده برضا, ده بإعاز. افعل زي بالظبط ما كان مبارك بإعاز, افعل ولا تفعل. ولذلك مصير الوطن العربي مش بحمل سوريا, لا, ده دورها التاريخي زي ما كان دورها ودور مصر التاريخي في كل المعارك, معارك العزة والكرامة, كانت سوريا ومصر. صحيح. اسم انه مصر النهاردة, مصر ما راحتش. مصر النهاردة في حالة مخاض هتشوفوه بعد كده. مصر النهاردة فتح دراعاتها لمحمود بدر, الشاب اللي ما يزيدش عمره عن 30 سنة, قائد حركة تمرد, شاب, وده الاتجاه الثالث. عامل ايه محمود؟ بيجمع توقيع 15 مليون مصري. الهدف, ادى 15 مليون مصري, معناها يا مرسي انت لا تصلح. ممكن تقولي طب فايدتهم القانونية ايه؟ لا, في فوائد كتير, في وقتها نبقى نتكلم. لكن النهاردة لما في كل ميادين مصر, في كل شوارع مصر النهاردة العربيات بتقف عشان تمضي. من حوالي اسبوع حملة كانت في يوم واحد, حملة لو رافض الاخوان اضرب كلاكس, البلد كلها كانت كلاكسات. لو رافض ما تعملش حاجة اضرب كلاكس, البلد كلها كانت كلاكسات. ف زي ما بقول لحضرتك, سوريا, انتصار سوريا باذن الله المحقق, وانا بقولها المحقق, ودي انا قلتها من بدري, مش كنت بضرب الوادع. لا, في معطيات سياسيه موجوده النهارده, بقى فيه, ما بقتش فيه امريكا هي المهيمنه على العالم, لا, في كتله احيتها سوريا, متكونه من روسيا, الصين, كوريا الشماليه, ايران, العراق, سوريا, حزب الله, والشعب العربي. الشعب العربي, ولا بد ان نثق في هذا الشعب, ولا بد ان يستيقظ هذا الشعب, ولا بد ان يستفيق هذا الشعب, ويعرف تماما خطوات المخطط الذي سوف يدخل الى اعماق مصائرهم. هذا هو الواقع. المسألة مش بحمل سوريا, لا, ده الدور اللي تتشرف به سوريا.
وأنت تتكلم أستاذ ماجدي عن سوريا بهذه الطريقة، اليوم المشهد السوري يعني يحمل في كل يوم المزيد من التعقيدات السياسية الدولية على الساحة الدولية، على ساحة السياسة الدولية، في ظل انتصارات الجيش العربي السوري في الأرض. برأيك يعني الكلمة في ظل هذين المتغيرين لمن ستكون في الأيام القادمة؟ أنا هقول لك خبر عاجل، معرفش أنتوا بستوه ولا لأ. ماكين كان النهاردة داخل أطراف سوريا واستدعى بعض الخونة ليجتمع معه. السؤال، وهو السيناتور الأمريكي المعروف ب يعني دعمه انتماء الصهيوني. صحيح، تمام، صحيح، انتماء الصهيوني. دي مش فضيحة أن يتسلل مثله مثل الإرهابي داخل الحدود السورية ليجتمع مع بعض الأطراف؟ هذا الخبر، إذن النهاردة معناها حاجة مهمة. هذا الخبر أتت به قناة CNN أستاذ ماجد، لكن السؤال، ما الغرض من دخوله إلى الأراضي السورية؟ وهو أتى من تركيا طبعا كما تقول CNN ليجتمع ببعض قادة ما يسمى المعارضة وهم ميليشيات المسلحة. نعم، أقول لحضرتك، في مؤتمر بيتم الإعداد له. المؤتمر ده الهدف منه وجود إيجاد طريقة للسلام في سوريا. السلام ما بين مين ومين، أو الاتفاق بين مين ومين؟ بين، المفترض أي اتفاق على الأرض بيتم ما بين ناس حاطة رجليها على الأرض. أنا مختلف مع حضرتك على الترابيزة دي. طيب لو أنت ما انتش موجود أو أنا مش موجود، أنت هتتفق مع مين؟ مش هتلاقي حد يتفق معاه. صحيح، ولكن هما النهاردة بيبحثوا عن وضع قدم، عن إيجاد وضع قدم لناسهم، سواء كان جبهة نصرة ولا جيش كر ولا 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 على الأرض، إن شاء الله تبقى كيلو في كيلو، مش لاقيينه في القصير لأن خلاص حسم الموقف انتهت، مش لاقيينه على الحدود في لبنان، فعاوز يروح بعد القصير. وهو ده معناه اعتراف ان القصير وقع، سقطت من عندهم خلاص، تم تنظيفها حتى ولو كان المقابل دماء الشهيدة يارا. نعم، فالنهاردة عايزين ايه؟ عايزين قطعة على حدود حلب، عشان لما يحصل مؤتمر لابد ان تتذكر كلمة قالها نبيل العربي من اسبوع على المجتمعين في المؤتمر ما يسمونهم جنيف 2، أن يصدر قرار عاجل بوقف إطلاق النار بين الطرفين. وقف إطلاق النار بين الطرفين يعني في طرف هيبقى لسه، طرفين هيبقوا على الأرض، طرف الدولة صاحبة السيادة وطرف يدعمه النصرة ويدعمه الأمريكان والصهاينة وأهلهم مجرا. لو وقفت إطلاق النار إذا أنت على الأرض. ولذلك انظر إلى تعليق الكلمة، أو انظر إلى الكلمة التي قالها الرئيس بشار، أننا مستمرون في محاربة الإرهاب. صحيح، معناها إيه؟ رد على أي حد يقولك أن لا، طالما هنقعد على الترابيزة يبقى واقف إطلاق النار. لا، في قرار أقوى من الكلام ده كله، محاربة الإرهاب. صحيح، اللي أنت يا أمريكا كنت بمتزعماه، انتوا نسيتم سجون، سجون كنت ناموا ولا السجون اللي حصل فيها؟ الناس دي بتنسى الكلام ده كله. ما هم معتمدين على ايه؟ ان هم عايزين يعملونا عقول على مقاسهم. أستاذ ماجدي، لو يعني فرضنا بان هذا السيناتور الامريكي الذي اتى الى بعض المناطق قتل بطريقة ما، يعني اين هو الموقف الامريكي والدولي من ذلك؟ انا اترك هذه الإجابة. أنا شخصيا أتمنى أنه كان ينسف تماما. وقتها كان المجتمع الرأي العام الأمريكي هيسأل، هو من اللي وداك؟ من اللي وداك كحرامي ناطط من الشباك؟ ما ده حرامي بيت،
ما الحرامي ما بيدخلش من الباب، ده بيدخل من وداخل من شباك حمام كمان. كويس والله، ولا حرامية الغسيل. اما يدخل من، ما هو داخل من تركيا، داخل هو رئيس وزراء تركيا مش عارف ان هو معديه، ده عارف ان هو معديه. ولذلك كنت اتمنى ان 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 يصاب باي شيء. وقتها كانت من وجهة نظري، وقتها كان الشعب الرأي العام الأمريكي، يا ليتها فعل حدثت، الرأي العام الأمريكي كان يقول، هيسأله في إيه أمريكا راحة لروسيا عشان تعقد مؤتمر وانت رايح عشان تدعم بوجودك الـ 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 الإرهابيين. هو نفس الخطوة التي فعلها أوباما من شهرين عندما ذهب إلى الكيان الصهيوني قبل الاعتداء على سوريا. صحيح. ذهب إلى 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 الكيان الصهيوني وأعلن قيام الدولة اليهودية. فين بقى أنتوا يا مسلمين يا اللي بتدعوا أن أنتوا مسلمين والإسلام منكم براء؟ كان رد فعلكم إيه؟ تعرف كان رد فعلهم ايه؟ ان هم يصمتوا صمت الخرفان فيما الاعلام الصهيونية مرفوعة على القدس والمسجد. ها؟ مش كده بس، ان يستقبلوا القرداوي بالدال حتى ولو كان جواز سفر ومزور، ويمنحونه الجنسية ويقبل الأيدي ويقلم الأظافر. ويقلم الأظافر، هم اعتادوا على اعتادوا أن حد يقلم لسانتهم، فراحين يقلم للراجل أظافره ويبوس إيده. كويس. وبناء على ده ظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود. سوريا يا إخوانا لابد أن احنا نقعد بقى، يعني مش نقعد نرتاح، مفيش راحة. انت الانسان خلق يا جزا تقيم ايه اللي بيحصل. الشعب السوري والجيش العربي السوري والقيادة السورية قاموا بدور لسه لم يكتشف بعد. السؤال، انتوا فاكرين ان الحقائق اللي الاعلام بيقولها هي دي وبس؟ طب فين الصهاينة المقبوض عليهم الممسكين؟ فين الجنسيات اللي موجوده داخل سوريا اللي تم القبض عليها؟ مش دي ادوات؟ انا لازم اخد كل المعلومات منه. هو ايه النقله النوعيه اللي تمت على الارض بناء على خلاص ما عادش ينفع؟ ما احنا كنا خايفين على اي نقطه دم حتى من الذين خانوا، لان الدم صعب. فلما تستمر في هذه الدماء، مش منتظر مني اقدم لك ورده، مش منتظر مني ان انا يعني انحني قدامك. سوريا لن تنحني لأنها اعتادت ألا تنحني. أستاذ ماجدي، يعني اليوم هناك دول تتحدث عن مؤتمر جنيف 2 لأحلال السلام. هم يسمونه مؤتمر جنيف 2 لكن مش احنا بنسميه كده. لكن يعني هذه الدول نفسها هي التي تجتر بموضوع تسليح المعارضة. كيف يمكن لدولة أن تتحدث عن سلام، أن تصافح بيد وأن تحاول الضرب باليد الأخرى؟ أنت تتعامل مع عصابات حتى لو كانوا يمسكون دول. مثلا حاكم قطر في البداية رصد كما أعلن هو 200 مليار. مش كده وبس، أنتوا ناسيين الحوار اللي دار ما بينه وبين روسيا لافروف. قال له في أو قبل أول قرار فيتو تعمله روسيا. صحيح. قال له إيه؟ قال له ما تنساش إن فيه
مشروع عربي كبير، حصتكم هتكون رقم كذا، رقمها كذا، يعني بيشتريه. كان رده ايه؟ قال له ما تنساش ان ممكن تتلغي قطر من على الخريطة في ثانية. هذه مواقف، هذه مواقف كنت اتمنى على من يدعون انهم معارضة في سوريا ان يقرأوا المعنى. وبالمناسبة انا ممن لا اؤمن، لا اؤمن اليوم في سوريا في ظل هذه الحرب الكونية ان انت تيجي تقول لي فيه معارضة. لا مفيش معارضة، في وطن اهم من اي حاجة، لابد من وضع اليد، ايد واحدة ما بين كل الشعب السوري. معارضة سياسية قول اللي انت عايزه، بس نخلص الاول من المخطط الجهنمي، نخلص منه، تعالى بعد كده نعارض، شوف الشارع، اقرا الشارع. المعارضة هي استاذ يعني لتعمير الاوطان وليست لتدمير الاوطان. بالضبط بالضبط، وشهدنا البعض منهم يهلل للأضرب الإسرائيلية. ولذلك يعني انا كواحد محلل ومنتمي قوميا معاك، ان انا لا املي، ولكن انا ابحث في مسألة عندما تتعرض الاوطان لما تتعرض له سوريا الان، فلا وجود للانقسامات باسم المعارضة. هي دي حجج. جول جمال لما لقى في خطر على مصر جه من حلب ومشى هناك عشان يقتل كليبر. حد قال له بإنسان الشاب الوطني؟ صحيح، الشاب الوطني الجندي المسيحي اللي كان بيخدم على مقام السيدة زينب. ولذلك هم حاولوا ان هم يصدروا ان سوريا فيها هذا الصراع ما بين السنة وما بين الشيعة والعلويين. ايه ده، ايه ده، بتضحكوا على مين؟ بتضحكوا على مين في مسألة شيعة وعلويين ومسيحيين؟ سوريا البيت الشقة الاولانية مسيحي او مسلم او سني او شيعي، والشقة اللي جنبيه واحد من التلاتة ولا اي شيء. البطاقة بتاعت السوري ما فيش فيها ديانته ايه ولا وظيفته ايه، اللي الحاجات دي بتطالب بيها الديمقراطيات العالمية، دي موجود اساسا. ولذلك اهم شيء، ما كان صعب عليهم يا سيدي لما يلاقوا سوريا مش مستدانة، ما عليهاش ديون للبنك الدولي، سوريا انتاجها بيكفيها وبتصدر، سوريا مواقفها واضحة مع الكيان الصهيوني، هل هذا يسعدهم؟ لا يسعدهم. إذن حدثت الحرب الكونية للي ذراع ولي اتجاه سوريا سنتين وشهرين وفشلوا. أستاذ ماجدي هنا يعني أريد التوقف. تقول بعض الآراء بأن سوريا خسرت للآتي، لأنها كانت تمتلك أوراق خارج حدودها، لكن الآن كل الدول تمتلك أوراق داخل الحدود السورية، ومن هنا يعني يصفون سوريا بأنها فشلت على المدى البعيد. ما رأيك في ذلك؟ بداية لو حدث ما حدث في سوريا لمدة شهر، لو حدث ده في أمريكا والله لسقطت أمريكا. ولكن سوريا خسرت. قل لي سوريا في مواقفها العالمية كان معاها مين قبل وكان معاها مين بعد؟ سوريا لو واحد بورد للعالم سوف تتهم وسوف يستمر اتهامها من قبل أمريكا وحلفائها. ولكن في النهاية إذا كان أمريكا واعية كويس جدا يا سيدي أن السنتين أحيوا الإمبراطورية الروسية، أعادوا. انظر مثلا قبل سنتين، فين هل كنت بتشوف الأسطول الروسي اللي موجود في البحر الأبيض، ولا الأسطول الروسي اللي بيتكون النهاردة عشان يروح الخليج
ولا القرار الروسي في مجلس الأمن في الفيتو سواء روسيا أو الصين؟ هل كنت تسمع هذا؟ قل لي قرار واحد فيتو اتعمل لصالح العرب في يوم من الأيام. ولكن النهاردة هتقول لي ان سوريا خسرت ماديات. بناء الوطن يحتاج الى دماء، الدماء التي سالت وهي كل نقطة عزيزة على كل انسان، سواء اذا كان سوري او في اي وطن او حر في العالم كله. هي عزيزة بالتأكيد، ولكن الوطن اعز. نحن خلقنا للدفاع عن الاوطان، لها ارواحنا ولها كل شيء. صحيح، انا لما اسمع سيدة النهاردة، لما اسمع سيدة ام شهيد تقول ايه؟ تقول مفاتيح سوريا نزلت وطلعت تاني فوق، فما يقدرش حد يفتحها غير ربنا. لما سيدة تانية تقول ماتلي شهيد ولسه عندي ستة. ولذلك لابد ان يتم تسجيل يوميات لما حدث على الارض السورية خلال العامين الشهرين، البطولات التي حدثت، هو ده اللي بيتم تسجيله. تعرف ليه؟ عشان نرد على محاولاتهم لتغيير وانشاء عقل على مستواهم، على قدهم، على نفس الوتيرة ونفس الرسمة اللي هم رسمنا. هم يريدون عمل وطن على قدهم. سوريا تبقى 4 دول، مصر تبقى 3 دول، وهكذا. ده مشروعهم، وتبقى الدولة الكبرى في الشرق الأوسط هو الكيان الصهيوني. ولكن إذا كانوا بيقولوا إن سوريا خسرت، سوريا ما خسرتش، لأن معركة العزة والكرامة لو فقط الدماء والأقله، هو أنا فرحان وحد يفرح؟ محدش يفرح لو شجرة من زي ما الرسول قال، لو شجرة وقعت هو خسارة. ولكن أنت بتتكلم عن وطن، كان من السهل تماما أن يفعل الرئيس حافظ الأسد مثلما فعل السادات، كان السهل جدا. وفي المقابل ايه؟ هتوصل لمصر زي الوقت. ولذلك انا دايما اقولها لاخواننا السوريين او اخواننا، لا 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 لا، وانا بعتبر نفسي على فكرة ان انا موجود هنا في الاقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة، وبناء على ده انا كنت دايما اقول وما زلت اقول ان سوريا حتى بالوضع الحالي احسن من مصر، لان مصر لسه قدامها مرحلة تشيل رغم الدماء ورغم الدمار. رغم الدماء وما فيش في مصر دماء على ايدين الاخوان، ما فيش في مصر اختطاف. اقصى ما اقصى ان تجد 7 من الجنود المصريين مخطوفين ومسجلين وعاملين كده. الجيش المصري مين اللي عامل ده؟ مش مرسي واصدقائه اللي قال خدوا بالكم ما اوعى، مش عايز اصابة للخطفين؟ في حد يقول كده على 7 جنود مصريين والقوات تذهب لتحريرهم؟ واللي طلعهم مين؟ تعرف اللي طلعهم مين؟ بائع خوخ. انا بديك معلومات، ماشي الصبح بالعربية بتاعته فلقى صوت ناس بتنادي، بيبص في مكان مهجور، بيبص انتوا مين؟ قالوا احنا الجنود السبعة. دخل فكهم وراحوا مع الاقرب اسم شرطة، والمزايدات بقى تطلع كيف تم تحرير هؤلاء. يا اخي قول لنا الاول الستاشر ضابط وجندي مصري اللي سال دمهم على ارض مصر، على ارض سيناء قبل الفطار بثواني، مين اللي قتله؟ قول لنا يا سيدي الجنود الثلاثة اللي تم اختطافهم، من اللي خطفهم؟ ما تسمعهم زوجة واحدة احد هؤلاء الضباط، السيدة وفاء المحترم، اللي بتقول لك بالنص اللي خطفهم حماس. ولذلك على فلسطين كلها الان ان تع...
تحسن من وضعها بعد أن أفقدتها حماس المعنى الجميل لفلسطين سواء في سوريا أو في مصر. وحظهرت الأوطان في البيع والشراء. أستاذ ماجدي، تحدثت منذ قليل عن يعني إسقاط القطبية الأمريكية وظهور على حد وصفك الإمبراطورية الروسية. يعني هناك مؤتمر جنيف الذي نتحدث عنه، هل يذكرنا هذا المؤتمر بمؤتمر يالطا الذي انعقد بين الدول الكبرى لتقاسم النفوذ، أم أنه مجرد مواجهة بين معسكرين أمريكي إسرائيلي وأعرابي من جهة ومعسكر المقاومة من جهة أخرى؟ سواء مؤتمر يالطا أو سايكس بيكو، والبحث عن سايكس بيكو جديد، تدري أن المصال جمال عبد الناصر قالها كلمة أو قال كلمتين. الكلمة الأولى: ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. عندما تمتلك الحق لابد أن تتسلح بالقوة. ولذلك لما بتتكلم إيران بتتكلم بمصدر قوة لأنها تمتلك الحق وتمتلك القوة. وعندما تتكلم سوريا الآن تمتلك الحق لأنها عندها الحق وعندها القوة، وكذلك السيد حسن نصر الله. ولذلك الكيان الصهيوني يعي كل لفظ يخرج من هنا أو من هنا أو من هنا. وبناء على ده، تقسيم مصالح ايه؟ السياسة والعالم كله مصلحة، هتديني ده قصاد ده، بس مش اوطان. ما عادش تقسيم اوطان. بدون روسيا امريكا نفسها قامت باللي قامت بيه بما يسمى بالربيع العربي، الهدف منه يلطى منفردة، ان تقسم، هي التي تقسم. اللي حصل في السودان ماذا من شغل الأمريكان، وكان تقسيم السودان كان الهدف منها تقسيم ثلاث دارفور تبقى تاني لوحدها، وجنوب السودان والسودان والجهة اللي على البحر الأحمر. ماذا نموذج بدأ من بدري في الوقت ما، يا سيد الفاضل احنا قوميين. سوريا ما زالت ناشية على نفس الخط، وما زال العالم الوحدة هو اللي موجود، فيجننوا. الله، المشروع المقابل ايه؟ العالم الفرنسي، عالم الانتداب الفرنسي. انت مختار ايه كشعب سوري؟ انت اخترت العالم الموحد، مش العالم اللي جاي مع معاذ الخطيب عشان يفكرنا بالسيد جده اللي ادى الى ان هو يسلم الاسكندرونة. فالعالم ده بيفكرنا بالزمن ده. فالشعب السوري واعي كويس جدا جدا. انت بتسألني عن ان الناس بتقول ان التصالح سوف يتم على تقسيم ايه؟ تقسيم سوريا او تقسيم الوطن العربي؟ انا شايف باختصار شديد ان العالم اصبح كتلتين واعترفوا ببعض، ليه حدود ولك حدود. روسيا مش جاية تقف معايا عشان سواد عيوني، لا لا لا، ولا جمال الطبيعة في 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 سوريا ولا في طرطوسة ولا في اللاذقية. دي مصالح، احنا من صغرنا احنا بندرس ان روسيا تبحث عن الوصول الى المياه الدافئة. اذا رجعنا الى الحرب الباردة، هي انتهت، ده كانت استراحة محارب. كانت استراحة محارب، بس في نقطة، في لابد من حالة فوقان واستخدام المصطلحات الصحيحة. زي ما ضحكوا على مصر في يوم من الأيام وقالوا السلام كام ديفيد، فطلع استسلام، وطلع لما السادات قال أن حرب أكتوبر هي آخر الحروب، وطلع اللي بيموتوا سنويا على الأسفلت أكتر من اللي استشهدوا في كل الحروب على الأسفلت، حوادث طرق. ولذلك النهاردة لو تسأل أي مصري حتى لو مش محلل سياسي هيقول لك مصر راحة إما على اقتتال داخلي أو عصيان مدني، بس راحة إلى المزيد من السوء، وهذا ما لا أتمناه. ولكن في المزيد من السوء ينتظرون
أو أنا أتوقع بقى كتحليل سياسي أن سوريا بانتصارها سوف تصح الوطن العربي. نعم أستاذ ماجدي، يعني من يستمع إلى الكلام في المنطقة، كلام السيد حسن نصر الله، كلام أردوغان كريم، كلام الوزير البحريني، والحديث من داخل إسرائيل أيضا عن الخوف من اشتعال المنطقة، يرى بأن الحديث عن سلام ما هو إلا غطاء لحرب إقليمية قادمة. بص حضرتك، أيهما أكثر مصالح، اللي له مصالح أكتر مين في المنطقة؟ إسرائيل وروسيا ولا الاتحاد السوفيتي والصين؟ أنا شايف إن اللي مصالحه أوريدي موجودة أكتر هم الأمريكان في المنطقة. في المنطقة. نعم. بمعنى أنا كنت دايما أقول في مصر عند الأمريكان تضيع ولاية أمريكية ولا تضيع القاهرة من يد أمريكا، ولذلك فعلوا ما فعلوه في انتخابات رئاسة الجمهورية. خلاص. وبناء على ده، إن النهاردة لما تيجي تقول إن في حرب قادمة، أنا مش هقرأ الطالع، ولكن بتحليل إن أي حرب سوف تشتعل، ما هو كوفي عنان لما خلص اللجنة وقال لا مش هستمر، قال في تصريح له فاكره لما قال كان اتأخرتم عن الحرب، يعني بيتكلم على أساس لو كنت ناويين على الحرب كانت تبقى من الأول بدري بدري. لكن النهاردة لو في حرب بالأسلحة اللي موجودة في المنطقة بقوة سوريا، أو تفكرهم ان اللي شايفينه في القصير ولا في ادلب ولا على الحدود في حلب هو ده الجيش السوري؟ لا لا، مش ده الجيش السوري بس، ده 10-20% من حجم الجيش السوري. هو الجيش السوري هيتفرغ للحرب هنا وهينسى ان في كيان صهيوني متربص في لحظة معينة ان هو يعمل اي شيء؟ ولذلك هم يرهبونك، ولكن القيادة السياسية واعية لده كويس جدا بهدوءها. تفتكر لما حصل الهجمة، حصلت الضربة الصهيونية على ريف دمشق، كل الشعب اضرب يا ريس، هات لنا اعتبرنا الوقت يا ريس، ده عواطف صحيح، ولكن تعالوا بهدوء. على هو هي الحرب، ده حرب لإسرائيل بالوكالة من أول لحظة، ده حرب لإسرائيل بالوكالة. الدليل على ذلك كم الإعلام اللي ما يسموا بالمعارضة المسلحة أو إلى آخره، رفعوا الإعلام الإسرائيلية كم مرة على مقرات هم يأخذونها. أو وهناك كده. أيضا من قدم الشكر لإسرائيل على حسن القناة الثانية العبرية. من نعم. حسن ده نعم. اللي كل شوية يتم تعريضه ويأخذ من السباب نعم. أستاذ ماجدي، نحن وصلنا إلى ختام هذا الحوار لهذا اليوم، كل الشكر لك على تواجدك في دمشق، ونتمنى لك أيضا إقامة طيبة ومفيدة لك وللمصريين، والتحية لمصر، يعني مصر التي يقال بأنه لا حرب دون مصر، كذلك لا سلام دون سوريا. ماجدي البسيوني، رئيس تحرير جريدة العربي مصر ورئيس تحرير توب نيوز ناصر مصر، كل الشكر لك ولكل ما قدمته من معلومات في هذه الليلة. اسمح لي أطمئن. تفضل. أطمئن الشعوب العربية الأصيلة بأن سوريا واقفة وتدافع عن كرامة كل العرب، فليستفق كل الشعوب العربية حتى في السعودية وفي قطر وفي كل دول الخليج، ليستفقوا ويعتبروا أن لا أمل لهم إلا رفع الشأن في سوريا العربية. كل الشكر لك أستاذ ماجد البسيوني، ولكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة، دمتم بألف خير.